خلينا نشوف اخبار الجو والسقعه اللي احنا فيها دي. يعني البرد واصل لداخل الاستوديو، فيعني منا ممكن تقول لنا درجات الحراره داخل الاستوديو؟ دي خارج حدود قدراتي، بس النهارده الجو كويس. في الاستوديو ولا بره الاستوديو؟ لا بره الاستوديو. في الاستوديو برد. ده شيء داخلي كده بينا وبين بعض. طيب خلاص، النهارده الجو افضل بكتير الحمد لله. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، والطقس يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. بليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، بيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. النهاردة كمان هيكون في أتربة عالقة في الجو، وهيكون في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وممكن تكون الرياح دي مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية والغربية. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 18 والصغرى 10، الإسكندرية 18-10، مطروح 17-10، سيوة 17-5، بورسعيد 17-10، دمياط 16-6، الإسماعيلية 19-9، والسويس 19-10. العريش العظمى فيها 17 والصغرى 8، كاترين 11-1، وده أفضل بكتير من امبارح. طابة 17-10، شرم الشيخ 19-13، الغردقة 20-12، الفيوم 18-7، بني سويف 18-7، والمنيا 18-6. أسيوط العظمى فيها 19 والصغرى 6، سوهاج 20-7، قنا 17-6، الأقصر 20-7، أسوان 20-7، الوادي الجديد 20-6، شلاتين 22-12، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 13. نرجع دلوقتي لحسام والجمانة نكمل كلامنا. الجو النهاردة أفضل، ما نتوقعش فرق كبير في الدرجات، لكن أدفى من امبارح. أدفى من امبارح يا حسام قبل ما تسأل. الحمد لله. حصل. صباح الفل. شكرا جزيلا يا نهارك سعيد حبيبي.